السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة البلاد والتي عنونت: جلالة الملك المفدى يده الله يتلقى دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور قمة الرياض، تكثيف الجهود للإعفاء من الشنغن. وإلى صحيفة الأيام والتي استهلت في أولى صفحاتها: الزياني، قطر تصر على الاستمرار في استفزازاتها، وزير التجارة قائمة من المشتبهين بتأجير السجلات وملاحقتها، فتح الاستثمار في القواطع البحرية بداية العام. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: مجلس الوزراء يرفض تجاوزات قطر، إجراءات لحفظ حقوق ومصالح المواطنين. أما صحيفة الوطن فقد استهلت: فعاليات لصحيفة الوطن، الجزيرة تخطت الحدود، ومن يتعدى على المحرق يسيء للبحرين. نبدأ مع صحيفة الأيام، ونقرأ منها أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وجه اللجنة المنظمة العليا للتحضير لإقامة النسخة الثالثة من مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي تحت شعار لنبتكر للمستقبل، وذلك في شهر مارس لعام 2021. أشارت صحيفة الأيام أن مسؤولين في وزارة الصحة كشفوا أن الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة مثل محلات الحلاقة والتدليك وبيع وتصنيع الأغذية والفنادق وغيرها سيكون إلزامياً كل عامين بهدف التأكد من خلو العمال من أي أمراض سارية. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار مع مطلع شهر يناير من العام المقبل. ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة الأيام نطالع أن شركة تطوير للبترول قامت بتنفيذ مجموعة من المسوحات وعمليات حفر آبار استكشافية تجريبية، وعلى ضوء النتائج أنهت الشركة جميع الاستعدادات والإجراءات الفنية واللوجستية لفتح باب الاستثمار في القواطع البحرية أمام شركات النفط العالمية الكبرى في بداية العام المقبل. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب محميد المحميد، والذي جاء بعنوان: البحرين لا تضيع وقتها مع الغراب. فإلى هذا المقال: طائر النسر لا يلتفت ولا يتوقف عند صعود طائر الغراب على ظهره ونقر رقبته، لكنه يواصل التحليق عاليا والمضي نحو عمله وأهدافه. عندها يسقط الغراب سقوطا مدويا لأنه لا يستطيع التنفس في المستويات العليا. مملكة البحرين تحلق عاليا كطائر النسر نحو خطط البناء والنماء والتنمية، وقناة الجزيرة القطرية كطائر الغراب تحاول أن تعيق الانطلاقة البحرينية، لكن طموح النسر البحرينية لا تتوقف، وفي كل مرة يتجاوز التحديات ويبرز معدن شعبه الأصيل وتميز قيادته الحكيمة. زيادة نعيق غراب قناة الجزيرة القطرية تزامنا مع قرب انعقاد القمة الخليجية لن تعيق مملكة البحرين من بيان موقفها الراسخ والثابت في دعم مسيرة التعاون الخليجي مع الحفاظ على حقوق مملكة البحرين وسيادتها ومصالح مواطنيها.
نشر الصحيفة أخبار الخليج أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أعلن عن انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز الاتصال الوطني. وأشار الوزير إلى أن حوالي 80,000 سجل تجاري سيكون تحت المجهر خلال الفترة القادمة. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة أخبار الخليج نقرأ مقالا للكاتبة طفلة الخليفة، والذي جاء بعنوان تناقض، فإلى سطور هذا المقال. المملكة العربية السعودية تريد بحكمتها الحفاظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي ورأب الصدع الخليجي وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي. حسن النية والحكمة لدى القيادة السعودية، هناك من يستغلها لمصالحه كدولة قطر التي تدعي أنها تبدأ مرحلة جديدة من الحوار والعمل المشترك، ولكنها في الوقت نفسه تقوم بأعمال متناقضة مع هذه الأقوال، ما يؤكد أنها غير جادة وأن لها أهداف أخرى. إن التصرفات التي تتصرفها قطر وهذه الحروب الإعلامية الشعواء والشكاوى إلى مجلس الأمن عبر ادعاءات كاذبة ليست تصرفات دولة تريد أن تحافظ على مجلس التعاون، فلا فائدة من كلام يتناقض معه العمل. إلى صحيفة الوطن، حيث نقرأ منها أن لجنة الخدمات بمجلس النواب وافقت على الاقتراح بقانون بشأن ضم مرضى السكلر للضمان الاجتماعي، حيث اطلعت اللجنة على المذكرات القانونية ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومرئيات جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر. هذا ووضعت مجلة عالمية صادرة باللغتين الإنجليزية والأسبانية والتي تعنى بالتصاميم وأعمال الهندسة المعمارية العالمية، وضعت على غلاف عددها الصادر حديثا مبنى الركن الأخضر المتفرع من مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة، الذي أبصر النور مؤخرا في مدينة المحرق. هذا ونشر الصحيفة الوطن أن معلمة الكيمياء في مدرسة جد حفص الثانوية للبنات زينب حمادي نجحت بابتكار فكرة الحذاء الذكي التي طورتها ومرت خلالها بأربع مراحل استغرقت 9 سنوات ليرى هذا الاختراع النور ويحصل على العديد من الجوائز. هذا الاختراع مخصص لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية على التنقل بشكل مستقل دون طلب المساعدة من الآخرين. نتحول إلى صحيفة البلاد، ونطالع منها أن وزارة الخارجية قالت إنها بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطني مملكة البحرين من التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية وفقاً للإجراءات والشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، كتب الكاتب عبد القادر ورسمه مقالا في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان دور الحكومة الإلكترونية في البحرين، فإلى هذا المقال. منذ بداية الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وهي تخطو وتتقدم بكل ثقة لتقديم أفضل الخدمات التقنية الإلكترونية للجميع وفي شتى الأعمال ومرافق الخدمات، الحكومة الإلكترونية في البحرين تعمل لتحقيق تحول كبير بإنجاز التحول الإلكتروني الشامل لجميع الخدمات الحكومية، كمراجعة الخدمات التي تقدمها المكاتب الأمامية التي يتم عبرها استلام الأموال النقدية
ليتم توفير حلول سريعة باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية أو توفير قنوات الدفع الإلكترونية. هذه الخدمات بالرغم من حداثتها على مستوى العالم لأنها مطبقة في البحرين وبمهنية عالية وكفاءة تقنية فائقة. كما ونشر الصحيفة البلاد مقالا للكاتب عبد علي الغسرة والذي جاء بعنوان التطعيم ضد كورونا، فإلى المقال. تأتي ضرورة أخذ اللقاح لأسباب كثيرة، حيث أن الحكومة البحرينية أجرت دراسات مستفيضة على اللقاح، وأجرت وزارة الصحة 3 تجارب سريرية لأكثر من 6,000 متطوع حصلت على ترخيص من الشركة المصنعة بعدما تأكدت من الجودة والأمان الذي يوفره اللقاح وفعاليته لصد فيروس كوفيد ومنع انتشاره. أخذ اللقاح بمثابة تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية لوزارة الصحة والفريق الوطني الطبي، وجزء من المشاركة المجتمعية والمسؤولية الوطنية في مواجهة الكوفيد. يعد التطعيم أحد أهم التدخلات الوقائية التي كان لها دور فعال في منع تفشي مختلف الأوبئة وحماية الناس منها. أخذ اللقاح واجب وطني ويدعم جهود الدولة في مكافحة الكوفيد ويعزز مشاركتهم الوطنية في الحملة الوطنية لمكافحة الجائحة. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الصباح، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.